للحديث أكثر نرحب بمراسل المشهد من موسكو فادي صالح. أهلا بك فادي. إذن ما جديد الهجوم بالمسيرات من الجانب الأوكراني على المناطق الروسية؟ نعم، إذن في الحقيقة مالك، هو هجوم جديد أو محاولة لهجوم جديد من الجانب الأوكراني بالمسيرات، هذه المرة على منطقة إنيرهودار، هذه المنطقة القريبة من محطة زاباروجيا حسب ما أعلن رئيس شركة روس آتم. ولكنه أكد أن الدفاعات الجوية تمكنت من صد جميع المسيرات، 6 مسيرات تم صدها دون إحداث أي أذى ودون الوصول إلى أهدافها. من جانبها أيضا وزارة الدفاع الروسية أكدت أن القوات الروسية تمكنت من صد 3 هجمات على محور زاباروجيا خلال الساعات 24 الماضية، وتمكنت من تصفية نحو 35 جنديا أوكرانيا حسب بيان الوزارة، إضافة إلى طبعا تدمير مركبات عسكرية وأليات وأيضا مدافع هاوزر ومدافع من طراز M777. وكذلك الأمر فيما يتعلق بهذه المحطة أو هذا الهجوم هو ليس الأول من نوعه، حيث دائما تتهم موسكو كييف بمحاولة القيام باستفزازات، هذه الاستفزازات هي موجهة ضد محطة زاباروجيا، لتقوم القوات الأوكرانية باتهام روسيا بأنها تسببت بدمار هذه المحطة إن وقع. طبعا في الحقيقة طبعا روسيا دائما تحذر وتدعو المجتمع الدولي إلى النظر في هذه الاستفزازات التي يمكن أن تشكل كما تقول كارثة نووية، وهذه الكارثة طبعا كما تقول موسكو فهي ربما تكون أكبر بكثير من كارثة تشيرنوبل. في الحقيقة يعني الهجمات الأوكرانية وخاصة بالمسيرات تصفها موسكو بأنها هجمات فاشلة، وخاصة أنها طبعا توصف بالهجوم المضاد الذي تقول موسكو أنه لم يحقق أهدافه، ولم تتمكن القوات الروسية من تحقيق أي أهداف في هذا الهجوم، بل تقوم الدفاعات الجوية أو أنظمة الحرب الإلكترونية بإسقاط هذه المسيرات دون الوصول إلى مبتغاها. في الحقيقة يعني إذا كنا ننظر ميدانيا فإن هذه المسيرات غالبا ما هي تصطدم بأبنية أو يتم إسقاطها، ولا تخلف خسائر لا بشرية ولا خسائر طبعا مادية إلا فيما ندر، فيما طبعا تؤكد روسيا أو تؤكد موسكو بشكل عام أن هذه الهجمات هي هجمات إرهابية. طيب فادي، ميدانيا كيف تبدو الصورة في المناطق التي ما زالت تتواجد فيها القوات الروسية، وما هي آخر المعطيات الصادرة من وزارة الدفاع الروسية حتى اللحظة؟ نعم مالك، في الحقيقة وزارة الدفاع الروسية تؤكد أنها طبعا تقوم بتعزيز دفاعاتها في مناطق مختلفة، وخاصة على محاور عدة مثل محاور خرسون ودنيتسك وأيضا كراسني ليمان وأيضا محور زاباروجيا، يعني هي تعزز دفاعاتها. لا يوجد، ربما لا يوجد حديث عن تقدم لهذه القوات، ولكنها تنفي المعلومات التي تقول بأن القوات الروسية أجبرت القوات الأوكرانية أجبرت القوات الروسية على التراجع، هي تنفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا، وتشير إلى أن بشكل يومي في بيانها إلى الحصيلة، حصيلة الساعات 24 الماضية كانت مئات القتلى، إضافة إلى عشرات المركبات الآلية وعشرات طبعا عشرات المدافع وأيضا الصواريخ. يعني القوات الروسية تقول إنها تقوم بأيضا إسقاط صواريخ كروز التي تحاول القوات الأوكرانية توجيهها نحو والأراضي أو المناطق التي يعني تقع فيها الاشتباكات أو كما يعرف بمنطقة العمليات العسكرية الخاصة. إضافة إلى ذلك وزارة الدفاع الروسية تؤكد أنها تقوم بإسقاط صواريخ S-200. طبعا صواريخ S-200 هي بالأساس صواريخ دفاع جوي، ولكن الجانب الأوكراني تمكن من تعديلها لتصبح صواريخ هجومية، ولكن القوات الروسية تؤكد أنها تقوم بإسقاط هذه الصواريخ، وأنها طبعا يعني تعزز دفاعاتها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. نعم. مالك، الجدير بالذكر أن يعني وزارة الدفاع الروسية لا تذكر ولا تتحدث عن عدد الخسائر في الجيش الروسي، وبالتالي لا يوجد معلومات دقيقة تتحدث عن هذا الموضوع. واضح، شكرا لك من موسكو مراسل المشهد فادي صالح على جميع هذه التفاصيل.